يعتلي رائد الفضاء الأثري موسى مناروف قائمة رواد الفضاء المسلمين بالتألق والتميز لكونه الأكثر وجوداً في الفضاء الخارجي بمجموع 541 يوماً في رحلتين مختلفتين، ويرجع أصل مناروف إلى جمهورية أذربيجان. نال مناروف شهادة في هندسة الطيران، ثم عمل مراقبا في محطتي الفضاء ساليوت ومير الروسيتين، وعمل مديرا في مركز مراقبة البعثات. وفي عام 1987 تقرر إرساله إلى الفضاء للمرة الأولى، وبعد 3 أعوام أرسل مرة أخرى. عمل مناروف على تأمين محطة الفضاء مير وتنميتها، إذ ساهم في تثبيت دعامات المصفوفة الشمسية في المحطة الفضائية، وشارك في أنشطة خارج المركبة مع رواد الفضاء الروس.